بدأت التعبئة في العاصمة الفرنسية، يوم أسود كما وصفته النقابات التي نظمت تظاهرات حاشدة في اليوم التاسع من الاحتجاجات الوطنية ضد قانون التقاعد. رد المعارضة على خطاب الرئيس كان واضحا، لا تراجع حتى تحقيق المطالب. بكل ما أوتيت من قوة حشدت النقابات والأحزاب المعارضة أنصارها في الشارع الفرنسي رداً على خطاب ماكرون الذي أعلن فيه عن دخول قانون رفع سن التقاعد حيز التنفيذ في نهاية العام الجاري. علينا أن نعلمه درساً بأن التاريخ ليس الرئيس من يكتبه بل الشعب والعمال. انظروا من 200 سنة في فرنسا كيف العاملون والمواطنون هم من كتبوا التاريخ وليس الرؤساء. وكأنه أعلنها حرباً، هكذا أتت ردة فعل المتظاهرين في اليوم التاسع للحراك الوطني. لم تقتصر تحركات المحتجين على المظاهرات المنظمة بل تعدتها إلى تعطيل نقاط رئيسية عن الحركة. في باريس قطع متظاهرون الطريق المؤدي إلى مطار رواسي شار دوغول، فيما اقتحم آخرون محطة قطارات غار دو ليون وعطلوا سكتها. وفي تصعيد آخر تعدى محتجون على أفراد من مركز شرطة مدينة لوريان، ما دفع وزير الداخلية إلى شجب الاعتداء وإدانته. نعم زينة، وهكذا انتهى المشهد، حرائق مشتعلة في معظم الشوارع بعد قيام الشرطة بتفريق المتظاهرين الذين انتشروا في أحياء العاصمة وقاموا بإشعال الحرائق لعرقلة تقدم الشرطة التي كانت تلاحقهم. وقامت وزارة الداخلية بطلب تعزيزات إضافية من قوات الإطفاء مع استمرار المتظاهرين بإشعال الحرائق على طول الطرق والأحياء التي يسلكونها. وبسبب عدد المتظاهرين الضخم في العاصمة لم تتمكن الشرطة من السيطرة على كل المتظاهرين. مشاهد النيران المشتعلة في كل مكان دفعت عددا كبيرا من السكان إلى التحرك ومساعدة قوات الإطفاء للسيطرة على هذه النيران. هذه المشاهد تذكر بأزمة السترات الصفر عام 2018، لكن المعارضة باتت تقول إنها أقوى وأعنف لأن الرئيس صب الزيت على النار. لقناتي العربية والحدث، فادي الدهوك، باريس.